احنا ساعتنا نائب، بس هل من جهة اليوم واضحة تقول لقرداح لا تستقل، خليك محلك حتى لو طارت، حتى لو طارت الحكومة؟ يعني في نية لتطيير الحكومة بأكملها؟ هلأ واضح إنه حزب الله طالب منه عدم الاستقالة، واضح إنه محور ما طالب منه عدم الاستقالة، ولبل في إشادة فيه وسموا شارع باليابي بصنعة، سمى شارع باسمه ويافطات وكذا، فواضح إنه لا، في الفريق اللي بده يبقى مبسوط فرح بهذا الموضوع. الرئيس الحكومي لم يستقل ولم يقيل حكومته بشكل كامل، لأنه في مسعى دولي ما بده لبنان ينهار، في قرار دولي وفي إرادة دولية بعدم انهيار لبنان بالكامل، لأنه في قناعة أنه التغيير ممكن ولو على مراحل، ممكن عبر انتخابات واثنين وثلاثة، وشفناها في النقابات، شفناها في طلاب الجامعات، شفناها بكل كل الممارسات الديمقراطية اللي عم تحصل في لبنان بالسنتين الأخيريتين. واضح إنه في مزاج جديد للشعب، للشباب، للصبايا، وهذا المزاج يفترض أن يبنى عليه لمجلس النيابة المقبل، اللي يمكن التغيير لن يكون. بس كأنكم كنتم ضد هذا المزاج. سيضع أسس في التغيير في لبنان. كأنكم ما زلتم ضد هذا المزاج بحسب آخر إطلالة بالمؤتمر الحزب التقدم الاشتراكي الزعيم وليد جنبلاط، لا زال مصرا على موقفه ضد ثورة تشرين. لا يعني ما نحن ميزنا بين بدايات الثورة وبين من امتطى هذه الثورة لاحقا، وصار كلهم يعني كلهم. وخلينا نكون واضحين صريحين، في كل الأحزاب في ناس فاسدين وفي ناس فاسدين وغير كفؤين، كما في المجتمع المدني تبين بالآخر سنتين أنه كمان في جزء من المجتمع المدني بيريد مصلحة لبنان وكفو وعنده خطط وعنده تصور، وفي جزء من المجتمع المدني كمان فاسد. ما هو ضمن هذه الأزمات الآن سعادة النائب.